بعد إقرار مجلس النواب تعديلات وزارية شملت 13 حقيبة. الرئيس السيسي يؤكد أن التعديل يستهدف تطوير الأداء الحكومي. الجيش الروسي يعلن السيطرة على مستوطنة بيسكي بدونيسك، والبنتاغون يؤكد أنه لا تهديد وشيك لسلامة محطة زابورجيا. تايبي تعبر عن شكرها لواشنطن لاتخاذها إجراءات تحفظ استقرار مضيق تايوان. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها، وذلك بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن التعديل الوزاري يستهدف تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري. كما تقدم السيد الرئيس بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، معربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنهم. وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة على تعديل وزاري مجددا الثقة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. شملت موافقة المجلس على التعديل الجديد 13 حقيبة وزارية. السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية يتفضل برفع يده. موافقة. السادة الأعضاء، إذن فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة في هذا الشأن، وهي أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. لذا أعلن موافقة المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبارسياني. كريم، صف لنا الأجواء، أجواء التعديل الوزاري اليوم. بالفعل جلسة طارئة طلبها الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء على تشاورات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهذه ربما الجلسة التي كانت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي على اختيار أعضاء جدد للوزارات المختلفة، و13 حقيبة وزارية تم تغييرهم بالفعل اليوم خلال جلسة مجلس النواب. هذه الجلسة الطارئة التي عقدت صباح اليوم أو ظهر اليوم، والتي شملت التغييرات بناء على لائحة أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب ليتم الموافقة عليها بالطبع، وذلك طبقا للمادة الخاصة بالدستور، وهي الفقرة الثانية للمادة 147 والمادة 116 والمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. هذه المواد التي تتيح لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء باختيار عدد من الوزراء وتغيير بعض الحقائب الوزارية، ولكن لابد من موافقة ثلثي مجلس الشعب أو ثلثي الحاضرين في هذه الجلسة الخاصة بمجلس الشعب أو الأغلبية أصعقة في المجلس لاختيار هؤلاء الوزراء للحقائب الوزارية الجديدة. إذا تحدثنا بالطبع عن الحقائب الأبرز التي تم تغييرها، فبالطبع هي وزارة التربية والتعليم
وأيضا وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان. ولكن دعونا الآن يعني نسرد أهم الوزراء وكل الوزراء الذين تم تغييرهم. إذا بدأنا الآن ربما بوزارة التربية والتعليم، وكما ذكرنا هي ربما الأبرز في هذا التغيير، وتم تعيين السيد رضا محمود حجازي وزيرا للتربية والتعليم. إذا أيضا ذكرنا وزارة الصحة والسكان، وتم تعيين الدكتور خالد عبد الغفار وزيرا للصحة والسكان، وبعد أن كان بالفعل وزيرا للتعليم العالي تم نقله لوزارة الصحة والسكان. الأستاذ محمد أيمن عاشور أصبح وزيرا للتعليم العالي خلفا للدكتور خالد عبد الغفار. الأستاذ أحمد عيسى وزيرا للسياحة والآثار، والأستاذة سهى جندي وهي أو السفيرة سهى جندي وهي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بديلا للسفيرة نبيلة مكرم. ربما هذه السفيرة التي لاقت تسقيفا خلال جلسة مجلس النواب، والذين يعني أشادوا بأداء السفيرة نبيلة مكرم في وزارتها في يعني مكانها في الوزارة. أيضا إذا تحدثنا عن وزارة التنمية المحلية، فتم تعيين الأستاذ هشام أمنة وزيرا للتنمية المحلية، والأستاذة نيفين يوسف الكيلاني وزيرة للثقافة، ومحمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال، واللواء محمد صلاح الدين وهو وزيرا للإنتاج الحربي، بالإضافة بالطبع تم تعيين أحمد سمير محمود وهو وزيرا للتجارة والصناعة، والذي كان بالفعل نائبا في مجلس الشعب وبالفعل ألقى كلمة خلال الجلسة بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الأخيرة وهي 13 حقيبة، تم تغييرهم بالفعل خلال الجلسة الطارئة التي عقدها اليوم مجلس النواب بناء على توجيهات وطلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والآن أعود إليكم مرة أخرى. وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي كمال ريان. أستاذ كمال، بعد تحية قراءتك ومتابعتك لإقرارات مجلس النواب للتعديلات الوزارية والتي شملت 13 حقيبة. نعم، يعني هو طبعا هذا هو التعديل الثاني الواسع في، وهو التعديل الأوسع أيضا في أو الأكبر في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. يمكن كان في ديسمبر 2019 كان في تعديل شامل 10 وزراء، لكن هذا هو التعديل الأكبر، احنا بنتكلم عن 13 حقيبة وزارية. الحقيقة يعني يمكن أستعير ما ذكره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن التعديل جاء بهدف تطوير الأداء الحكومي في ملفات هامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وايضا يعني في ملفات تمس بشكل مباشر الخدمات المقدمه للمواطن المصري، والذي اكد السيد الرئيس اننا نعمل جميعا من اجله. الحقيقه طبعا يمكن الجانب الخدمي كان غالب على التعديل. احنا بنتحدث عن 7 وزارات خدميه، بنتحدث عن التعليم، بنتحدث عن التعليم العالي، بنتحدث عن الصحه، بنتحدث عن المصريين في الخارج، وبنتحدث عن التنمية المحلية، ويعني كلها ملفات مهمة جدا جدا يعني. ويعني يمكن ما يميز هذا التعديل انه يجمع ما بين الخبرة وما بين العنصر الشباب. يعني الحقيقة يعني من تولوا الحقائب هم متمرسين في مجال عملهم، في مجال الحقائب التي تولوا مهمها، تولوا مهام سابقه مرتبطه بمجال عملهم. فاعتقد انه يعني ان شاء الله هذا التعديل هيؤدي الى تجديد للدماء والى دفعه كبيره للعمل الحكومي لخدمه المواطن المصري. الى اي مدى ذلك من الممكن انه يتحقق خلال الفتره القادمه مثلما اكد السيد الرئيس، ومثلما ذكرت ايضا استاذ كمال انه التعديل الوزاري هدفه الرئيسي هو تطوير الاداء الحكومي في الكثير من الملفات الحيويه، الملفات الهامه على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وأيضا بتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطنين. كيف يمكن من وجهة نظرك للحقائب الوزارية الجديدة أن تحقق ذلك؟ نعم، بالتأكيد طبعا الحياة زي ما قلت الوزراء اللي بيتولوا المسؤولية الجديدة وزراء متمرسين في الملفات والمهام اللي كلفوا بها، وده يمكن يجعل ان هم مش محتاجين ياخذوا وقت لدراسة هذه الملفات، هم موجودين ومتمرسين فيها وكلهم خبراء، ومنهم من كان يتولى الكثير من المهام في مجالات
عملهم، فبالتاكيد ده هيجعل ان شاء الله الانجاز سريعا، لان هم عندهم الملفات درسينها جيدا، كانوا بيعملوا في ملفات تتعلق بمجالات عملهم، فاعتقد ده هيحقق سرعه في الانجاز، وان احنا ان شاء الله قريبا نرى تطوير كبير في الملفات المهمه جدا. مره اخرى اكرر انها ملفات في منتهى الاهميه للمواطن المصري، سواء التعليم او الصحه او التنميه المحليه وغيرها، فاعتقد ان شاء الله ان هم يعني هيعملوا على الفور، واننا نرى كما اكد السيد الرئيس ان شاء الله تطور كبير في العمل الحكومي في الملفات اللي بتهم المواطن المصري في المجالات اللي شمالها التغيير. اشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي كمال ريان، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. يعني كيف تابعت إقرار مجلس النواب لتعديلات وزارية شملت 13 حقيبة؟ هو طبعا التعديل يأتي بإطار طبعا ضخ دماء جديدة داخل الحكومة المصرية، العمل على الاهتمام بالمواطن المصري والاهتمام بالنشأ المصري والاهتمام بكل ما هو جديد في الجمهورية الجديدة. طبعا النهارده احنا شفنا مجلس النواب وهو بيوافق على التعديلات داخل الحكومه المصريه، طبعا كان في هناك سعاده من النواب نفسهم بهذه القرارات وبهذه التغييرات التي تمس طبعا المواطن المصري وتعمل على توفير خدمه جيده للمواطن المصري في كافه المجالات. الاختيارات كلها حتى كان في تقبل كبير من النواب في مجلس النواب، تقبل لأسماء المرشحين في الحكومة في التعديل الوزاري، وده اللي احنا شفناه حتى من التصفيق الحال على أسماء من تولوا حقائب وزارية جديدة.
يعني أستاذ جمال، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن التعديل الوزاري بيستهدف تحديدا تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة، خاصة على الصعيد الداخلي وأيضا الخارجي. بتساهم أيضا كل هذا في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، يعني زي ما حضرتك تفضلت وقلت. كيف يمكن للحقائب الجديدة تحقيق هذه الأهداف؟ طبعا تطوير الأداء الحكومي وتطوير وخدمة الدولة وخدمة المواطن طبعا تأتي من خلال استخدام أحدث الوسائل الإدارية الحديثة في مجال الإدارة، النظم التي تواكب التطوير والتحديث اللي على مستوى العالم كله. احنا داخلين على الجمهورية الجديدة، فلازم يكون بيتناسب ذلك مع التعديل، مع متطلبات المرحلة القادمة. احنا شفنا التغييرات والاختيارات كلها بتهدف الى العمل على التطوير في هذا المجال، العمل على الملفات المهمة داخل الدولة المصرية وخارج الدولة المصرية من خلال الاختيارات كلها، اختيارات في منتهى الدقة وفي منتهى الاحترافية، يتم اختيار كل في مكانه بشكل ان هو يوفر القدرة على مواكبة التطور، تحسين الأداء الحكومي، تحسين العمل داخل الدولة، العمل على الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية في كافة الاتجاهات. فكانت الاختيارات كلها دقيقة، الاختيارات تتم بعناية شديدة جدا من أجل العمل بشكل متسارع، من أجل الدخول إلى الجمهورية الجديدة بشكل راقي وبشكل احترافي أيضا. وهو ده اللي شاهدناه في كل الاختيارات وفي كل التعيينات. الوزراء الجدد هتجدي خلفياتهم كلها خلفيات قوية وخلفيات مهمة وعلى أعلى مستوى من الدراسات والكفاءات، في كلهم في مجاله وكلهم في تخصصه. فده هيرفع من كفاءة طبعا العمل الإداري داخل الدولة، هيرفع على الأداء الحكومي داخل الدولة، وأيضا هيضيف مكاسب كبيرة كلهم في موقعه إن شاء الله. أستاذ جميل، يعني بتقدير حضرتك إيه النقاط المهمة اللي يجب التأكيد عليها خلال الفترة القادمة من خلال هذه الحقائب الجديدة؟ هو احنا شفنا طبعا التطوير اللي تم داخل الدولة في العديد من المواقع. طبعا ما سيتم الآن هو امتداد للعمل السابق. احنا شفنا في مجال التعليم هناك تطوير وتحديث حدث خلال الفترة الماضية في مجال التعليم، ولكن هناك المزيد من المجالات اللي يجب أن يتم أيضا العمل من خلالها، وده من خلال وزارة التربية والتعليم. أيضا بالنسبة لمجال السياحة وتطوير الأداء السياحي وجذب السياح جدد، والعمل على العمل بفكر احترافي جديد طبعا في مجال الاختيار، في مجال السياحة، أيضا في مجال التجارة والصناعة، في كافة المجالات. حضرتك لو شفنا هتجد كلها مجالات تهم الدولة المصرية بشكل كبير، وكلها الهدف منها التطوير والتحديث في كل مجال، جذب استثمارات خارجية، العمل على فتح مجالات للاستثمارات أيضا في الداخل، فتح مجال الصناعة والتجارة، وأيضا العمل على رفع كفاءة الأماكن السياحية داخل الدولة المصرية، جذب سياح للدولة، كلها في مجالات تمس فعلا الدولة المصرية وتمس مقدرات الدولة المصرية. الكاتب الصحفي جميل عفيفي، شكرا جزيلا لك. We'll be right back.
عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مراسم توقيع بروتوكول التعاون للاستفادة من خبرات ومن خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. قام بالتوقيع على البروتوكول مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة اللواء بكر محمد البيومي، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة، بما يؤهل الجهاز الإداري بالدولة لتأدية خدماته الحكومية للمواطنين على أعلى مستوى. ويهدف هذا البروتوكول إلى تحديد أسلوب تجميع الاحتياجات الفنية من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تعمل بتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متطورة وتوفر الخدمات المتكاملة للاتصالات الحديثة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 460 قضية تموينية بمضبوطات بلغت ما يقترب من 112 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 59 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، وضبط أكثر من 52 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. كما تم ضبط 754 قضية في مجال قضايا المخابز، فضلا عن ضبط 15 قضية بمضبوطات بلغت ما يقترب من 70 طنا من الأقماح المحلية في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس لمدة عام. نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب لمدة عام. التقى السفير المصري في مالوبو حداد عبد التواب الجوهري رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية، ذلك لبحث آفاق التعاون البرلماني وسبل تعزيز العلاقات بين المجالس النيابية بالبلدين. وأكد السفير المصري أهمية التعاون في المجال البرلماني واستعداد الجانب المصري لمناقشة مختلف سبل التعاون المقترحة. من جانبها أشارت رئيسة مجلس الشيوخ في غينيا الاستوائية إلى تطلع بلادها لتعزيز العلاقات مع مجلس الشيوخ المصري بما لديه من خبرات برلمانية متراكمة. أعربت مصر عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها. وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر وقوفها مع السعودية في مواجهة جميع صور الإرهاب والعنف والتطرف، ودعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كافة الأشقاء بالمملكة من المواطنين والمقيمين، مثنية على يقظة السلطات السعودية وعلى قدرتها في التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا، ومعربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. أعلن الجيش الروسي فرضه السيطرة الكاملة على مستوطنة بيسكي في منطقة دونيتسك. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيانه اليومي إنه نتيجة لهجوم من قوات الجيش الروسي فقد تم تحرير مستوطنة بيسكي، مضيفا أن أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا قتلوا وأصيب 300 نتيجة القصف الصاروخي الروسي في منطقة خاركيف. قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن جسرين رئيسيين يؤديان إلى منطقة خيرسون
الأوكرانية توقف استخدامهما على الأرجح لأغراض إعادة الإمداد العسكرية. أوضحت بريطانيا أنه حتى مع حال أو في حال تمكنت روسيا من إجراء إصلاحات للجسرين فإنهما سيظلان نقطة ضعف كبيرة، وأضافت أنه مع تقييد سلاسل الإمداد عبرهما فإن حجم أي مخزونات تتمكن روسيا من وضعها على الضفة الغربية سيكون على الأرجح عاملا رئيسيا في قدرة قواتها على الصمود في المنطقة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تقارير بشأن توجيه اتهامات لمواطنين من بريطانيا والسويد وكرواتيا في دوناسك إثر مشاركتهم في القتال ضد روسيا. وشدد بلينكن على ضرورة التزام روسيا باحترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك الحقوق والحماية الممنوحة لأسرى الحرب. Pick a side in great power contests that feel far removed from it. قالت الأمم المتحدة إن مركز التنسيق المشترك المعني بالإشراف على مبادرة حبوب البحر الأسود لتصدير الحبوب الأوكرانية منح الإذن بمغادرة سفينتين جديدتين تحملان الحبوب من الموانئ الأوكرانية. ذكرت الأمم المتحدة في بيان وزعته في جنيف أن السفينتين ستغادران من ميناء تشيرنومارسك، وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش من مركز التنسيق المشترك كانت قد أنهت بالأمس تفتيش سفينتين للمغادرة من ميناء أوديسا الأوكرانية، كما سيقوم بتفتيش سفينة أخرى متجهة للخارج، وأن العمل يتم وفقا للإجراءات المتفق عليها بالمركز، حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية. صرح مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أنه يجب على واشنطن إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على العودة للمفاوضات مع روسيا. وقال مدير إدارة أمريكا الشمالية بالخارجية الروسية ألكسندر دورشيف إن أفضل حل لواشنطن لتجنب هزيمة مذلة كما حدث مؤخرا في أفغانستان هو إجبار الرئيس الأوكراني على العودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان. وأشار دورشيف إلى أن استمرار واشنطن وحلفائها في الاتحاد الأوروبي بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لا تؤدي إلا إطالة معاناة النظام في كييف وإطالة أمد الصراع ومضاعفة عدد الضحايا. استبعد مسؤول عسكري بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون وجود أي تهديد وشيك لسلامة محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا. حذر المسؤول الأمريكي في الوقت نفسه من تغير الأوضاع بشكل سريع هناك، وأكد المسؤول أن القوات الأوكرانية تحقق بعض المكاسب المحدودة شمالي خاركيف وتواصل عملياتها الهجومية في خرسون. وأفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا فلاديمير روغوف بأن قصف محطة زابوروجيا الكهروذرية سيتوقف إذا تم طرد الجيش الأوكراني من المراكز السكنية. اتهم وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو السلطات الروسية بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وذلك من خلال قيامها بمنع وصول الأدوية في المناطق التي سيطرت عليها بعد العملية العسكرية على أوكرانيا. وقال لياشكو في تصريح إن روسيا عقلت مرارا الجهود المبذولة من أجل توفير الأدوية المدعومة في المدن والبلدات والقرى الأوكرانية، ولم تسمح روسيا بفتح ممرات إنسانية مناسبة.
من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أن فنلندا ستشارك في إعادة إعمار منطقة تشيرنييف الأوكرانية، موضحا أن المنطقة بحاجة إلى ترميم سريع لأكثر من 4479 مبنى سكني. استعرض المسؤول الأوكراني خططا لبناء مساكن للنازحين، متوقعا بناء مبان سكنية من 5 طوابق، وذلك في غضون 5 إلى 6 أشهر في 16 منطقة في أوكرانيا. تحية لكم من جديد. أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة غاز بروم شحن 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وكانت روسيا قد أعلنت أن تراجع إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا لم يكن ناجما عن سياسات موسكو، بل نتيجة للعقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي على روسيا. أعلنت شركة ميرو المشغلة لخط الأنابيب التشيكي استئناف شحنات النفط الروسي إلى التشيك، ذلك من خلال الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروغبا الذي يمر عبر أوكرانيا بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع. ذكر راديو براغ الدولي أنه تم تعليق نقل الإمدادات عبر خط الأنابيب من قبل أوكرانيا، وذلك في 4 أغسطس الجاري، حيث إنها لم تتسلم المدفوعات مقابل خدمات العبور من روسيا لهذا الشهر. وأوضح أنه على الرغم من أن روسيا أرسلت الأموال في يوليو الماضي، إلى أنه تعذر معالجة المدفوعات بسبب العقوبات المفروضة. وأضاف راديو أيضا أنه تم بالفعل استعادة إمدادات النفط التي تتم عبر خط الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا، لافتا إلى أن الجزء الشمالي من خط أنابيب دروغبا الذي يمر عبر بيلاروسيا باتجاه بولندا وألمانيا لم يتأثر. قال البنك المركزي الهندي إن الولايات المتحدة قد أبلغت الهند قلقها من استخدام نيودلهي لتصدير الوقود المصنوع من النفط الروسي إلى نيويورك في انتهاك للعقوبات الأمريكية، وذلك من خلال عمليات نقل في المياه الدولية لإخفاء مصدره. وأوضح مايكل باترا نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي أن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت نيودلهي أن سفينة هندية نقلت نفطا من ناقلة روسية في أعالي البحار إلى ميناء في ولاية جوجرات على الساحل الغربي، حيث تم تكريره وشحنه، وتحظر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير استيراد منتجات طاقة روسية المنشأ بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر ونواتج التقطير والفحم والغاز. أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن البلاد تنوي خفض التدفئة في المباني العامة كلها هذا الشتاء على ألا تتخطى الحرارة 19 درجة مئوية. وقال وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت حابيك أنه ينبغي ألا تتخطى الحرارة 19 درجة في المباني العامة ما عدا في المستشفيات والمراكز الاجتماعية. وتحث حكومة المستشار أولف شروتس منذ عدة أسابيع على بذل مجهود وطني لخفض استهلاك الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة، والتي قد تتقلص إمداداتها هذا الشتاء بسبب الأزمة الأوكرانية، إذ يخشى أكبر اقتصاد أوروبي شتاء صعبا بسبب أزمة الطاقة التي حذر وزير الاقتصاد من تداعياتها على القطاع. حضر تقرير لصحيفة التايمز البريطانية من شبح مجاعة عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، متطرقا لما يعاني منه مزارعو القمح في البلد التي تشهد حربا روسية. جاء في هذا التقرير أن نصف مزارعي الحبوب لن يزرعوا محاصيلهم العام القادم ما لم يتم زيادة الصادرات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا مع روسيا. وأشار إلى أنه في حين سمح لعدد قليل من السفن بالمغادرة، دخلت سفينتان فقط الموانئ المتضررة، وذلك منذ إبرام الصفقة. وقال إن الكثير من المزارعين لا يمكنهم تحمل تكاليف زراعة محاصيل جديدة دون الحصول على قيمة محاصيلهم الحالية، ما يزيد من احتمالية حدوث مجاعات في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط.
أكد المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء ارتفاع معدلات التضخم إلى 6.1% في يوليو الماضي على أساس سنوي مقابل 5.8% في يونيو من عام 2021. وأشار المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء إلى أن أسعار الخدمات وصلت إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولمزيد هذا التقرير. لأول مرة منذ 27 عاماً تواجه فرنسا ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا إلى 6.1% في يوليو الماضي على أساس سنوي مقابل 5.8% في يونيو بحسب ما ذكره المعهد الوطني للإحصاء في تقديره النهائي، وهو أعلى مستوى منذ شهر يوليو من عام 1985. معهد الإحصاء الفرنسي أفاد بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة. وتراجعت أسعار النفط قليلا في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي، بالإضافة إلى المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، وساهم ذلك في تباطؤ وتيرة ارتفاع تكلفة الطاقة في فرنسا إلى 28.5% في يوليو على أساس سنوي بعد ارتفاع وصل نسبته 33.1% في يونيو. كذلك ارتفعت أسعار الخدمات إلى 3.9% في يوليو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكانت قد بلغت 3.3% الشهر الماضي، فيما ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 6.8% بعد أن سجلت 5.8% في الشهر الماضي. وخلال شهر ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا بنسبة 3.1% بعد أن كانت بلغت ارتفاعا بنسبة 7.1% في يونيو. كما ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك المنسق والذي يستخدم كأساس للمقارنات الأوروبية بنسبة 6.8% خلال عام واحد بعد أن كان بلغ 6.5% في يونيو الماضي. أكد نائب المستشار النمساوي فيرنر كولجرال اكتمستك الحكومة بالتراجع التدريجي عن الاعتماد على الغاز الروسي، متعهدا أنه بحلول عام 2030 سيتم توليد الكهرباء في النمسا فقط من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن جميع الولايات تتجه إلى عمليات نمو استثماري أسرع في مجال مزارع الرياح. وقد أوضح أيضا أن أزمة الطاقة في البلاد والناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد فرضت اتخاذ تدابير استثنائية لا تتوافق مع عقيدة حزب الخضر الذي يرأسه، ومنها إعادة تشغيل محطة للطاقة تعمل بالفحم ودعم جهود الاعتماد على الطاقة النووية. عبرت وزارة الخارجية التايوانية في بيان لها عن خالص امتنانها للولايات المتحدة لاتخاذها إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن والسلم في مضيق تايوان والمنطقة. جاء البيان ردا على تعليقات المنسق الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الذي قال إن الصين بالغت في ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي إلى تايوان. وقال بيان وزارة الخارجية التايوانية إن الترهيب العسكري والاقتصادي غير المبرر من جانب الصين عزز وحدة وصمود المعسكر الديمقراطي العالمي. وقالت رئيسة تايوان إن تهديد الصين باستخدام القوة لم يتضاءل، رغم أن التدريبات العسكرية الأكبر على الإطلاق التي تجريها بكين حول الجزيرة بعد زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي تبدو وكأنها تتقلص. بث التلفزيون الرسمي الصيني لقطات لتدريبات بالذخيرة الحية تم إجراؤها مؤخرا في منطقة شينجانغ المتمتعة بالحكم الذاتي. كما تم إجراء تدريبات عسكرية أخرى جرت في البلاد منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبي. وقد أظهرت كاميرات المراقبة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات وإقلاع طائرات مقاتلة للتدريب الليلي، بالإضافة إلى تدريبات مختلفة للمشاة.
كانت التوترات قد تصاعدت بين الصين وتايوان بعد زيارة بيلوسي للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، وأجرى الجيش الصيني تدريبات بحرية وجوية في مناطق قريبة من تايوان منذ 4 أغسطس. أعلن مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان في الأسابيع القادمة. وأكد كبير مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون آسيا كورت كامبل أن القوات الأمريكية ستواصل رغم التوتر التحليق والإبحار والقيام بعمليات حيثما يسمح القانون الدولي بذلك، بما يتوافق مع الالتزام طويل الأمد بحرية الملاحة. وأضاف أن هذا يشمل القيام بعمليات عبور بحرية وجوية اعتيادية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة، في حين لم يتطرق إلى نوع الانتشار المؤازر للمناورات، كما لم يعلق على طبيعة عمليات العبور عبر مضيق تايوان أو توقيتها. قالت وسائل الإعلام الرسمية إن كوريا الشمالية قد ألغت إلزامية استخدام الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي الأخرى، ذلك مع إعلان الزعيم كينغ أون الانتصار على جائحة كورونا، وذلك بعد 3 أشهر من أول اعتراف لها بتفشي الفيروس في البلاد. وترأس كيم اجتماعا بشأن فيروس كورونا وأمر برفع الحد الأقصى من إجراءات مكافحة الوباء المفروضة في مايو آيار، مضيفا أن كوريا الشمالية يجب أن تحافظ على حاجز فولاذي قوي لمكافحة الوباء. قررت السلطات الصينية في مدينة شانغهاي تمديد الإلزام بإجراء فحص فيروس أسبوعي، كذلك الاختبارات المجانية حتى نهاية سبتمبر المقبل في محاولة للسيطرة على الفيروس. ووفقا لإشعار رسمي فإنه سيتم منح من لم يخضع من المواطنين لاختبار الحمض النووي في غضون 7 أيام، وذلك على النظام الصحي في شنغهاي، وهو ما يقيد دخول بعض الأماكن العامة. أوضحت السلطات الصحية في المدينة أنها رصدت إصابة واحدة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بدون أعراض في اليوم السابق. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. بعد إقرار مجلس النواب تعديلات وزارية شملت 13 حقيبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن التعديل يستهدف تطوير الأداء الحكومي. الجيش الروسي يعلن السيطرة على مستوطنة باسكي بدوناسك، والبنتاغون يؤكد أنه لا تهديد وشيك لسلامة محطة زابوروجيا. تايبي تعبر عن شكرها لواشنطن لاتخاذها إجراءات تحفظ استقرار مضيق تايوان. انتهت نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء في أمان الله.